خالد. بس حسام. Okay, hi, I'm gonna go. Us? Yes. Get ready. Yes! Guys? Us? Guys? Us? معكم حسام هيثم رحيم، محاصر حزام احمر نجمه في الفن النجمه شنو بيجسدو. ان شاء الله تكون استمتعت اليوم بالفقرات اللي قدمناها. لو لاحظتوا في الفايت ممكن اللي خضناها انا وخالد من هيثم، ممكن جاتني ركله من هيثم اتعرف لك العالم شويه، لكن هذه هي روح الفريق وروح العمل. يعني احسن اني اقولها الحين واتعود على هذه الركلات في الصاله قبل ما اتفاجئ بيها برا وتكون حاجه جديده علي. اول ما اقولها اقول يا ريتني تعلمت على كذا، لكن الحمد لله تجي هنا وتجي برا، ولما تجي برا تكون خلاص كذا صارت حاجه عادية بالنسبة لنا، ويعني ولا حاجة بإذن الله تعالى ما تأثر فينا، وحاجات أكبر من كذا ما أثرت فينا ولله الحمد. وطبعا هذا كله بفضل التمرين وبفضل الكابتن، بفضل الله ثم بفضل الكابتن والتمرين، والشباب ما يقصروا، فريق واحد إن شاء الله مرة واحدة، وكلنا أسرة إلى النهاية بإذن الله. تشوفونا في مستقبل قريب نتوسع في هذا الفن ونحاول ننشره، وتلاقي بدال كابتن واحد تلاقي سبع كباتن يقدروا إن شاء الله ينشروا بشكل أوسع ومن جيل لجيل، وإن شاء الله الوحدة بإذن الله.
بس.